السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كليك اب بيبدأ يعمل لك تنظيم للمشروع بتاعك والمهام اللي انت المفروض تعملها. طيب لو انا عايز استورد حاجة من مواقع اخرى فممكن اقول له انا عايز اعمل امبورت او اكسبورت. طيب هقول له دي انا كنت بعمل امبورت قبل كده، فاقول له ستارت امبورت، وابدأ اختار المكان اللي انا عايز اعمل امبورت منه وليكن مثلا تريلو. هبدأ اختار الحساب بتاعي اللي انا عايز استورده، اقول له allow، فهيبدا ياخد المعلومات ويبدا يضيفها للموقع. فبيقول لي انت عندك 32 بورد، حطهم في اني بورد. ممكن تقول له كاستمايز وتحدد كل واحده فيها هيبقى اسمها ايه. فبيقول لي انت عايزها على اي سيكشن از ستاتس ولا عايزها كليست. فبقول له سيكشن از ستاتس او زي ما انت عايز يعني. طيب انت عايز تحطها مع اني يوزر، عايز الاركايف كارد، وهل انت عايز تعمل اتاشمنت فروم تريلو. فبيقول لي خلاص اتعملت، واجي لك ايميل اول ما الموضوع ده يخلص. انجوي.